فيديو النهارده جيمرز اند جنتلمان هنعمل ميرجل تشي. الميرجل ده طبعا اكتشفته وانا بعمل بحصل على الدرع الجميل اللي لابساه ايلوي قدامنا دلوقتي الذي جعلها اكثر مزازه من الدروع التي في قبل. معاكم احمد باجت من قناه فرجني والمزيد من رايزون فوربيدن ويست. خلينا نشوف الميرجل ده خلينا نقدر نفتح اي نوع من روبوتات. ستي توند يا شباب، ما تنسوش تفاعلاتكم الحلوه ولايكاتكم العنيفه، تشكروا المشتركين وتعليقاتكم الحلوه اللي بتشجعنا دايما على الاستمرار، واشكركم جدا على الدعم يا جماعه في هذه السلسله، دعم خرافي بصراحه، اشكركم من كل قلبي. وخلينا نستأنف هذه اللعبه الجميله دي ونلعب. طيب واضح ان ميرجل شكله فتحته مثلثه ورايا هي على طول. خلينا بقى نروح نشوف المدخل. ميرجل مختبئ في الغابه، يفترض ايجاد بيانات لاتجاوز روبوتات جديده. هو ده الكاميرا لسه قايلينه حالا. مدخل كامل متشابه، اشك في الدخول من خلاله. ندخل منين؟ ربما هناك مدخل اخر. منين بقى؟ هو معلمني على حته تانية هنا. ايه مين؟ بس يلا اخلص يا خد خد. لسه في واحد تاني تقريبا. ايوه خد خد. ده في متعقب تاني دوبتو، عايزين كهربا دول. فين الكابتن بيستخبي؟ سامعه بس مش شايفه. اهو خد تاني مرة واحدة. بس خلاص كده مروش مدخل من هنا ميرجل، او ممكن ده يكون مدخل يا جماعه. اها ده برضو مدخل اللي انا كنت لقيته بالصدفه. ايه ده انت ماسكه في ايه يا لوي؟ ايه اللي انت ماسكه فيه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انزلي انزلي انزلي. هات ده. ايوه هذه الجدران، ربما هذا جزء من المرجل المغطى بالنباتات الذي وجدته. زين زين زين. وانا حالة المكان سيئة. الباب بلا طاقة، لأجد مدخلا آخر. برضو تاني. وانا اي وندر يا جماعة في اللعبة دي هاو ميني ميرجلز لازم اتجاوزهم كلهم قبل ما اخلصهم كلهم، يعني مش عارف. لو حد عنده معلومة يا جماعة عن المراجل الفضلة اللي جانب اللي انا خلصتها ممكن يسيبها لي في التعليقات كنوع من المساعدة. يعني تجاوزنا الباب اهو. اوبا شفتوا يا جماعة الحتة السسبنس دي؟ ضل الروبوت هو بيختفي من قدامي. يبدو حاوية من نوع ما. حاوية من نوع ما. مسلط. نموذج بطارية، انبوب تخزين طاقة يمكن تحريكها بالخطاف. عظيم. اوكي نتجاوز. في حاجه هنا تقريبا. درع طاقه. ايه درع الطاقه ده؟ ماشي ماشي، بس ده انا هخش له منين؟ هات دي. الزر ما قداميش حل غير ان انا يعني اعدي من الباب. ممكن الاقي طريقه بقى لما اعدي. اخش هنا ازاي؟ مش عارف يعني. طب نجرب نديله ده كده. لا فائده، لا استطيع استخدام الخطاف عليها. ماشي طب نتجاوز الباب. تجاوز يا ايلوي.
روبوتات الاستغلالية كانت منهمكة تماما. ضعيف ضد التجميد وده صعق. مين الصعق؟ ده تجميد وده صعق. وفي تشيل ووكر ده ولا ايه؟ اديني تجميد بسرعة، لقيني بسرعة. حلو، ما جاتش. خد ابعد عني بقى. خد ده، مش بتأثر بالتجميد ده، ده عايز كهربا. انا عرفتها بالسنس كده يا جماعة. خد يلا طريق السلام. انت حاولت تشيل ووكر دي يا جماعه. بتضرب يعني، تتحرك وتحركها يعني ولا ايه؟ اه ده صندوق، بس صندوق شكله على شكل حاويت. تشيل ووكر اه، دي المفروض اتسلق عليها غالبا. ودي مش هوصلها خالص، دي ممكن صعب اوصلها طبعا. لازم اجيب لها الصندوق. تعالى يا عم صندوق. هنا. طب دول لازم اطلعهم الاول بال كده. بسرعة قبل ما يرجع في كلامه. سأتسلق الحاويات إن أردت أن أخرج. طب ده أنا أطلع له إزاي ولا أضربه إزاي ده؟ ما أنا عايز أطلعه برضه. ماشي ماشي. لا هات بقى، مش عايز ده. أخي كده. طب ده أنا أوصل له منين؟ طب تعالى نجرب ده كده. ماشي، وده كمان. ممكن نطلع هنا الأول نضرب ده مثلا، وخلينا نطلع عليه. تهالي في أصوات غريبة هنا يا جماعة، وأنا جاي من هنا صح؟ لا مش جاي من هنا، أنا جاي من، مش مهم انا جاي منين. المهم نطلع على نشوف اكشن هنا نعمله. تعال كده ماشي. يلا ايوه. ده بقى يتضرب من هنا صح؟ عالية جدا، أحتاج ما يوصلني إليها. يجب أن أحاول، علي تسلق الحافة الآن. كده صح؟ اطلعي. لا 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 لا. اطلعي اطلعي اطلعي. أيوه. بس خلاص شكرا. يمين ولا شمال؟ مفيش يمين اصلا. المزيكا دي يا جماعه مخلب الجليد لن يستسلم بسهوله. أوه. ربما هناك ما استخدمه في القتال. مخلب الجليد سيساعدني. المصلات، مخرب الجليد ده من أسوأ الروبوتات الموجودين في اللعبة يا جماعة بصراحة، في الجزء اللي فات يعني. اوكي ده دمرها ازاي دي بقى؟ نسيت. لا
بريق انفجار. يعني المفروض ايه؟ المفروض ادمر دي حاويه صح؟ في الحاويه دمر. هو الكيس ده طيب. طب دي انا افجرها بالكده مثلا ولا بالنار؟ ايوه بقى هو ضد النار صح؟ ايوه بس راح تقريبا. بس هتحتم عليا بقى. موت بقى موت بقى. مات اهو. اختفى خلاص. وانت مين انت؟ لا برضو تعال. ايوه بقى يعني نسال عليهم من فوق كده احلى حاجه والله. مين فاضل؟ هم دول تعبانين بس انا خايف لما هنزل بقى هيطلع لي حاجه جديده. انا متاكد يعني مش هيسيبوني كده لوحدي يعني. طيب ننزل بقى خلاص ننزل يلا بينا. انت ايه؟ كهربا بس هو قرب يموت يعني. فين فاضل؟ في حد فاضل تقريبا صح؟ فين؟ ايوه ده. طب نلم الكولكتبلز دي بسرعه ونوصل للنواه على طول. في فوق هنا تنقل السكك والمواد الى نواه المرجل. ان تبعتها ساعثر على مرادي. طيب خلينا نشوف الحاجات دي الاول بس قبل ما نطلع فوق. يلا في حاجة تانية تتلم؟ في اهو. ده باب المرجل يا جماعة. حاولناش نفتحه. انت باب مرجل؟ لا. فين؟ هو ده باب موصل قد يتيح له الوصول الى داخل المرجل. احنا كده كده لسه ما دخلناش المرجل يعني. خلاص لازم نطلع بقى على الطريقه نستكشف بقى الحوار ده. انا اتبعت ايه بقى؟ اتبعت ايه هي؟ ذراع تصنيع معالج
مواد آلي قادر على تحمل وزن إنسان على طول الأجزاء البارزة. ايه ده؟ طب ممكن يا لوي تقولي اللي انت قلتيه من شوية عشان ما كنتش مركز؟ معلش. ممكن نيجي على الطرف هنا. طيب لن اصل الى اي مكان. المفروض اعمل ايه بقى؟ انا كنت جاي من هنا صح ولا كنت جاي من هنا؟ طريقه لتحريك الذراع ساصل للمنصه العلويه. نحرك الذراع. نحركه ازاي بقى؟ نسحبه مثلا. خطاف. خطاف هنا. ايه طيب ده نحركه بقى يمين ولا يسار؟ يمينا ام يسارا؟ المنصة دي عايز توصلي هنا؟ صح كده. نطلع بقى. طيب وصلنا اهو. ده باب المرجل. ده مهنج. في حاجة هنا. هدي. شكرا. في حاجة هو تاني؟ نو. هنشوف مع بعض دلوقتي. طالع ايه بقى؟ اتقدم بحذر. هيطلع لي ايه؟ ضرر مكاني بالغ. تعالى لألتقط عناصر التجاوز. أنا شفت ظل كان معدي فوقيا. ما هذه الأشياء؟ واتس رونج؟ مسح الأغراض المجهولة. المزيكا كلها سسبنس يا جماعة بصراحة. هات الحاجات دي بس بسرعة كده. طب ممكن اجيب مركوب هنا معايا؟ امال هو متعلم ليه دايما في الاماكن اللي ما ينفعش اجيب فيها مركوب بيبقى لونه احمر؟ ولا احمر ده معناه ان هو مات اصلا، المفروض اتجاوز واحد تاني غالبا. طيب هنشوف بس ايه. نخلص الكولكتبلز دي. انا كنت جاي من هنا صح؟ طيب نسكان بقى. منظم النواة، وحدة غير فعالة تفتقر الموصل علامات تسرب الوقود الحيوي. في أثر هنا. إنها تنظم الطاقة التي تدخل النواة، لكن جزءا مفقود وتسرب. على الأقل سأتتبع الآثار.
طب هتتبعها لغايه هنا، ما هي واقفه هنا، كمل فين بقى؟ اه هنا. اوكي فهمت فهمت ماشي. افتح يا سمسم. اه ده محتاج اسحب دي، بس يا رب تتسحب بقى. اعتقد انني استطيع سحب ذاتي. طب انا اوصلها ازاي دي؟ ماذا الان؟ تعال نشوف دي هنا. طيب اه لأحرك الصندوق نحو الفتحات. نزقه؟ هو ممكن يتزق عادي، هو بيعدي، انما انا لا. عجيبة. طيب. اطلعي بقى، اطلعي بسرعة بسرعة بسرعة. اطلعي يا بنت، تيجي يمين وشمال ليه؟ اطلعي. ماشي. بيت القفر اهو. هات ده. أتلك كومة خردة؟ لم أرى كومة كبيرة هكذا. الروبوتات تفكك المرجل بحثا عن أجزاء، هذا سبب بقائها. اوكي، يعني ده أجزاء من المرجل مفككة اوريدي. طيب سأحتاج إلى مصلاتي إن أردت إيجاد شيء هنا. ما هذا؟ ولازم أعلم عليه يعني أهو. ماذا تريد يعني؟ ماذا تريد الآن؟ لا أحتاج إليه. ليس هو. طب أين هو؟ ها؟ ليس ما أريد. ها؟ وجدته. الله الله الله. أحب أن ألمس أغراضه. لن يستعيد ذلك الجزء. مايا ديني فين؟ هدي. خد. شالب. ايوه كل دي ضربة. وراح فين؟ يا ابن لذينة هدي. طب ده فجر ابوه بقى. تعال بقى، موت بقى. ناخد المكون. تعالى يا مكون. في ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ ماشي. أي! أثقل مما يبدو. نروح فين بقى؟ نروح في بي فين؟ نطلع منين؟ تطلعي إيلوي في إيلوي؟ لن أعود من هنا، خاصة وأنا أحمل هذه. لا أنا هعود منين بقى؟ طب هو مش هقول لي هنا بس. طب نسيبها هنا. طب دلوقتي أنا مش عارف أنا هنرجع منين. هنا موت محقق طبعا، وده الحبل اللي اتزحلقت منه. جيت اكيد في سبيل اخر هنا. نعمل ايه بقى؟ طب نجرب نحطه هنا كده. اركب بس انت شويه كده. ايوه ده كمان.
غالبا هنسيبها دلوقتي كده ونطلع نشوف الحوار ده. ماشي. على فين؟ اوكي، ورا ورا. مش هينفع اضرب حاجة هنا. لا والله ينفع اهو. يلا. طب انا هاخد معايا المكون ازاي بقى؟ اتجاوز ده؟ يفتح لي بريدج. اوكي. تعالى يا مكون، هات ده. وده ممكن اكسره واخش عادي ولا لا؟ قد ينفع هذا. هو اللي قد ينفع. انا سامع اصوات يعني مثيرة للشك يا جماعة والريبة. ماشي، في حاجة هنا ممكن احط حاجة هنا. تمام. طب في حاجة هنا قبل ما اطلع هنا؟ طيب شايفها فاضية خالص. ناخد المكون. الغرفة على الأقل سأعود للنواة من هنا. هي النواة كانت هنا يا جماعة؟ هي مش هقول لي ورا ليه، عايز أعرف. ننزل يعني ولا إيه؟ ما قداميش حاجة غير ننزل يعني، أكيد. ننزل من هنا؟ في زرع جوه المرجل يا جماعة. الذراع المعدنية ستنقل القطعة للمنصة الأخرى. الذراع المعدنية اللي هي دي ستنقل القطعة إلى المنصة الأخرى. طب ازاي برضو؟ أحط عليها القطعة ازاي بقى؟ دي النواة. طب دي تتوصل فين طيب؟ سيبها هنا الوقت عشان نتجول بشوية حرية. الذراع المعدنية اللي كنت بسحبها صح؟ انا دلوقتي النواة هنا. انا يعني المفروض اروح هنا دلوقتي، انا هنا دلوقتي، فالمفروض بلاقي طريقة اوصل بيها هناك على اليمين. في حاجة محتاجة تتجاوز مثلا؟ ايه الأحمر ده؟ ايه ده؟ ولا أي حاجة. الدراع ده بس محتاج يتحرك، أنا كنت جايبه هنا، محتاج أوديه. استنى كده، أوديه وأنا باصص، أنا باصص كده. المفروض أوديه مين؟ تمام. ماشي نسحبه. يكونش انا المفروض احط نواه عليه من فوق واسحبه هنا؟ يعني لازم اكون فوق بقى واخده. ثواني ثواني ثواني. اوكي اوكي انا كده فهمت. يبقى انا يعني الاقي طريقه اطلع فيها فوق بالبطارية او بالمكون. نطلع بقى ازاي فوق بالمكون هنا؟ اكيد في طريق عادي ممكن اطلعه هنا مثلا. لا هنا. لا على اليمين.
الطريق اللي جاي منه بعيد. اوكي انا اجيب البتاع هنا. اوكي انا فهمت كده، اجيبها هنا وانقلها هناك زي الفل. تعال طيب بقى طيب بقى. يلا بس ده نحطه هنا بقى. طبعا نجيب ده هنا. تعالى يا باشا. فاضل لك ايه يعني؟ راح تسحبها كمان بس. زي الفل كده. انزل انت هنا بقى كده وعرفوا انه دي بقى المنصة التانية اللي هناك دي، رجعوا تاني. في الحياة الطبيعية بقى وانا بشده كده ممكن يقع من فوق عادي، بس طبعا عشان احنا في اللعبة واللعبة عايزين نعمل كده فمش هيقع، هيفضل ثابت. ايه بقى؟ خد. ايه بقى؟ اتفجر لوحده؟ تعال. هو ايه الفجار الغريب اللي هو بينفجره ده؟ عايز اعرف. خد. فين التاني اللي مات؟ فين؟ هنا؟ اهو تعال. طب ننقل بقى بسرعة نكمل شد أو سحب. يلا بس نطلع بقى من هنا، بس انا اخد الحاجة دي الاول بس، معلش انا نسيتها مش عارف نسيتها ازاي. يلا ماشي خلاص كده. يلا اتمنى اكون ماشي صح. تعالى يا باشا. يلا اديني معبي ده. الشوكه دي يا جماعه فتاكه جدا، الاكسبلوشن فيها عالي ومحتاجه فعلا اطورها. هي متطوره قبل الاخيره فضلها واحده بس، بس قويه جدا بصراحه رغم انها مش ليجندري يعني مش اسطوري. يلا
عسل انت يا عسل. سكة طويلة بشكل. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ هو هيتهد ولا ايه؟ ولا يهمك يا بنت ولا يهزك. لا يعجبني ذلك، علي الاسراع. او لا افعل. اوه جدا بصراحة. اديني دي. هيطلع الافعى ده تجوزها ولا ايه؟ هي دي ينفع تجوزها اصلا؟ انا عايز اوقع، عايز اخد طول يا جماعة. اكتر حاجتين غاليين في الافعى بالمرة يعني، طالما واجهتها. ماشي. اي واحدة وقعت اهي. فين فين اجريت هناك. اجري بت اجري بت. اي. هاتي دي. ايوة. الثانية بقى. هي عندها ثلاثة اصلا. اللي هي الترس اللي بيلف في الزور ده يا جماعة. ايوه الثانية اهي. ايوه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ترمي ايه من ودانه ده؟ اطلعي 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 اطلعي. اي 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 اي. جرعة التطهير معايا، جرعة التطهير يا جماعة. ما معيش جرعة تطهير، انا معيش معيش. طيب تعالى كده هاتلي بقى زورك ده. تعالى بصلي كده. ايوه اثبت. خد راح اخيرا. اديهالي عشان اخلص عليك بسرعه. وراح فين ده؟ وداه فين ده؟ وداه فين؟ خفاها. ماشي خلاص مش مشكلة. اي 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 اي. بس خلاص. القطعة دي مهمة جدا يا جماعة في الابجريدز. تعالى بقى كده. دي فرصة بقى اضربك بقى، دي فرصة اضربك. الطاقة خلصت ازاي؟ اذا كنت ما استعملتوش اصلا. طب تعالى كده. تعالى. كان بعيد كان بعيد. السم بقى. طب. لقم بسرعة. لقم يا بنت. ديله. اي ماشي. ريلود. اي ماشي ماشي. كانت ضعيفة ضد ايه يا جماعة البتاعة دي؟ النار والتجميد وال طيب. حلو حلو حلو. التجميد اهو. تعالى يا باشا. تديني فرصة اجمدك ينفع؟
ثانك يو. اي تجميد هنا ماشي. نعبي البتاع بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه يلا بقى خد بقى دول. لا مش عايز ده، انا عايز ده، انا عايز ده. ايوه لا 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 يلا غور بقى. انتهيت من هذا المكان، تم إعادة تشغيل النواة لنجرب مجددا. تمام، وخدنا منه الحاجات بتاعته. دي هتنفجر، دي هتنفجر، دي ها فجرها ونخلص. ايه ده ما عملش حاجه فعلا؟ ايوه كده. طيب يلا بينا. عناصر تجاوز روبوتاتي ستفيد. المزيكا بتعلى يا جماعة. اوه مراقب مرعب شيل ووكر وحش متسلق بوهيموش. علي استعادة عناصر التجاوز هذه. ناهش القذائف سبايس كونات الحارق. كل دول يا جماعه اتفتحوا. مخلب النار، واو اقوى روبوتات يا جماعه. فاضل لي الفاندر جو بس. اوه انا بس طلعت كده فجاه بقيت بره يعني ولا ايه؟ انا فين؟ انا لسه ما خلصتش صح؟ انا لسه جوه. ناخد دي، مفيش حاجه هنا. يلا صباح الخير. طب يا جماعه انا شايف ان احنا كده كنا وصلنا لنهايه الفيديو، نهايه المقطع بتاع ميرجل تشو. كان اسمه تشو باين، كان مش فاكر اسمه تشاو، مش متذكر بصراحه كان اسمه ايه. كان معاكم احمد بقى كات جيمز اند جنتلمان. طبعا تسيبوا لي تعليقاتكم ايه رايكم في ميرجل، واذا كان عندكم اي حاجه طلب بخصوص اللعبه، حاجه من اسرار اللعبه عايزين تشوفوها، يعني كلمات سر بتاع، سيبوا لي كلام طبعا في التعليقات. واشوفكم فيديو جاي يا شباب، وميشن جديده ان شاء الله مع هورايزن زيرو فوربيدن ويست. هذه الرياح منعشه. وانت كمان منعشه جدا يا حبيبتي، ومع السلامه.